أحسن الله إليكم. أنا امرأة قدمت للعمرة وجاءتني الدورة الشهرية في الطريق، وأحرمت من الميقات وأنا حائض، واشترطت بقولي فمحلي حيث حبستني وبقيت في السكن. سؤالي: إذا طهرت هل يجب علي أن أخرج للميقات أو أؤدي العمرة من السكن، علما بأني شربت قهوة بالزعفران؟ جزاكم الله خيرا. أبدا، تبقين في المنزل، إذا طهرت تغتسلين من الحيض وتأتين وتطوفين للعمرة وتسعين وتقصرين من رأسك والحمد لله، ولا تروحين للميقات لأنك محرمة من الميقات، فلا حاجة إلى الذهاب إلى الميقات. والذي حصل من شرب القهوة بالزعفران يعفو الله عنه، لا تجنبيه في المستقبل، أما ما مضى وأنت غير متعمدة يعفو الله عنه. نعم.